البارح كنا نزلنا انا وصاحبتي بغينا ندفعوا هذا الجوندارم زدنا باش غادي يجمعوا الوراق زدنا تماك المقاطعه حاطين الوراق ديالنا باش يتقليزاو. ديجا حنا كنا داخلين كانت داخله من ورانا دنيا دخلت دنيا لداخل عندهم وقفات بداو كيصيبوا لها في الوراق عادي حتى واحد مدوى بقينا بحال هكا شويه واقفين كانوا الناس حدانا واقفين الناس كاملين كيضحكوا شويه وقفات دنيا بقات كتشوف فينا بحال ما هكا ما يعني ما قصد ما عرفتش شنو قصدات بالضبط. خرجنا حنايا من تماك شويه كتبان لنا خرجات دنيا جات عند صاحبتي جراتها بحال ما هكا ما عرفتش شنو قالت ليها ما عرفتش ملي قلت ليها شنو قالت لك بدات كتقول لي قالت لي صاحبتي راه ما عرفت قالت ليها انا راه مواطنه وتتيا مواطنه وانا راه مواطنه والهضره راه بغيتي تخرجيها عاود عرف راسك مزيان مع من كدوي. صاحبتي قالت لها شي حاجه؟ صاحبتي قالت لها قالت لي شوفي هاد التحيوانيت دخلات هي حنا كاملين واقفين تماك دخلات هي تا كتسمعوا مرق صرفقات صاحبتي صرفقاتها وكانت حدا داك الطابور ملي صرفقاتها صاحبتي دارت عندها قالت لها شكون انت باش غتصرفقيني؟ قالت لها هي شكون انت باش تعايني؟ دنيا شنقات عليها قالت لها انا ما كنعرفش نتعاير دنيا قالت لها انا ما كنعرفش نتعايش شنقات على صاحبتي تنقات هي وياها بداو كيضاربوا دنيا نجرات صاحبتي حيدات لها الزيف شعكات لها شعرها طيحتها في الارض صاحبتي انا يعني ماشي لا قلده مازال انا شويه كنبان يعني قدام صاحبتي راه شويه صاحبتي دغيا دغيا طيحتها في الارض ما عرفتش شنو واقع انا واقفه كنفوكهم كان معايا خويا الصغير جا راه بيدي يعني ما قدرش نلوحو كنفوك انا بيناتهم هما هي بجوج شويه كتبان لي طاحت ما عرفتش خوله جربتها براسها ولا طلع لي غطلع طلعت معاها النيف كتبان لنا الدنيا طاحت في الارض زعما باش قالت صاحبتي انا تهجمت عليها اولا صاحبتي انايا هي اللي جبداتها هادشي كامل كذوب وصاحبتي ما عندهاش 21 عام وصاحبتي انا ماشي مشرمله وكلشي الناس كلهم كيعرفوها يعني بشهاده الجميع انا خوله ماشي مشرمله بالعكس خوله بنت دارهم ومواطنة وديجا باقا هي طالبة يعني عندها 20 عام باقي ما كملاتهاش وفاعلة جمعوية والناس كاملين كيعرفوها يعني إلا بغيتو تنزلو نزلو دار الشباب وكاينين وثائق كتصرح بهادشي كامل.